رح نروح مشاهدينا لا كمان خبر أثار ضجة على السوشيال ميديا. محرك جوجل مبارح احتفل باليوم العالمي للفلافل. يمكن كلياتنا لما كنا عم نعمل سيرش فتنا ولقينا جوجل وهالفلافلات بشهو الواحد ياكلهم. طبعا قام بوضع صورة الفلافل على واجهة الموقع ليفتح جوجل جدل كتير كبير على منصات التواصل حول أصل الفلافل ما بين السوريين والمصريين، ويبدأ السؤال حول اسم الأصلي فلافل ولا طعمية. لكن التعليقات والتغريدات انتشرت على السوشيال ميديا حول تسميتها. بالمقابل كتير من الأشخاص طبعا نشروا صور للفلافل مثل ما لكم شايفين، وعلقوا عليها أنه هن ما بيهمهم إذا كانت مصرية ولا سورية، المهم أنه هن بيحبوا الأكلة وبيعشقوا هالأكلة، فهن مو مهتمين بهالجدل يلي صار على السوشيال ميديا. خلونا نشوف كيف كان رد المصري والسوريين حول موضوع جدل الفلافل. لأن أنتم برأيكم بتقولوا الفلافل سورية ولا مصرية؟ ما بعرف صراحة، شي بيقول تركية، شي بيقول يونانية، شي بيقول مصرية. خلينا نشوف هشام شو قال. هشام قال الفلافل أو الطعمية هي اختراع مصري قبطي قديم، بيكون مخلوط فيها الفول والحمص مع بعضهم. من ناحية التسمية فكل محافظة بتقولها بشكل سواء طعمية أو فلافل. هشام قال إنه يعني أعطانا معلومة جديدة إنه هي قبطية، يعني لا مصرية مصرية ولا شيء، قبطية قديمة. خلينا نشوف. طيب إياد قال أصلا مصري، جوجل نفسه هو بيقول هيك. وبعدين انتشرت ببلاد الشام كلها مثل الأردن وسوريا وفلسطين، بس مصر البلد الوحيد اللي بيعملها من الفول، هم بيعملوها بالحمص. طعمية بتنعمل بالفول، والفلافل السورية المعروفة والشهيرة بتنعمل بالحمص. أما سامر فقال الأكلة أصلا سورية والمصريين هن اللي أخذوها منا، بس عملوها بمكونات مختلفة وسموها طعمية. فشكله سامر عم يتهم المصريين أنه هن سرقوا أكلة الفلافل منا، وفي ناس عم بتقولوا أنه هي الأكلة فلسطينية، وفي ناس عم بيقولوا لبنانية، فما عاد نعرف، المهم هي أكلة. أما ديالا كان تعليقها كتير حلو، قالت سواء كانت الأكلة سورية أو مصرية مو فارقة، كل العالم أجمعت على حب الفلافل والطعمية، فهي ما بهمها شو ما كانت. وأغلب العالم على فكرة كانت تعليقاتها مثل تعليق ديالا على هالموضوع، واللي قالت أنه مو فارقة، المهم الأكلة طيبة، كلياتنا بنحب الفلافل الصبح وإلى آخره.